وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة. وأضاف الرئيس السيسي على أن الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة. فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. فالتعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى، والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة، وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي دولتين وشعوب الوطن العربي جميعاً.